مساء الورد والياسمين والعنبر والياقوت. ايش الاخبار يا متابعيني؟ كيف الصحة؟ طيبين؟ عسى الله يحفظكم. وبعد ما خلصنا اشغالنا وامورني، اللهم لك الحمد، المود طالب علينا اليوم شاورما 180. هذا البراند العماني ما شاء الله جايينهم قبل فترة، تبارك الرحمن، الزحمة عليهم والمكان مولع وشغلهم مرتب. عشان كي قبل لا أسير داخل من الحين بعطيكم تضبيط متابعين العريمي. أول 150 شخص يجون معهم الحين تأخذ لك شاورما بالمجا، هاي مع العريمي، وفوق هذا خصم 20% لمدة 3 أيام على التكة والكباب والدونر. هاي من المنتجات المميزة معهم، ضبطتكم أيضا عليه خصم 20% لمدة 3 أيام، فلا يفوتك. يا جماعتي شاورما 180 تحصل الدياي موجود، عندهم اللحم، لحم الجمل، الناس اللي تدور لحم البوش موجود في شاورما 180. وايضا منزلين الجديد اللي هو الدونر، هذا شاورما الدونر متوفر معاهم. بتقولي العريمي انا ما اريد حبه حبه، عندي مناسبه لما جمعه طالعين مكان، ابوي ما ناسينكم الجماعه. عندك هذه بوكسات اللمة والجمعة اللي يك فيها أنواع الشاورما بنكهات مختلفة، أنت نج اللي يناسبك. تمام، معاك الرمان حلو، ومعاك السبايسي، ومعاك المدخن، ومعاك الصوص 180 تبع المحل حلنا هذا السيجنتشر يعني. أيوة. حبيبي. وتمام، ومعاك الجبنة والشيتوس. السلام، كلها 6 أنواع مختلفة. أه؟ نكهات جديدة على الشاورما تروح في جو ثاني، فأنا أقول لك شغلة مرتب وما شاء الله لا يفوتك. الجماعة أيضا ما ناسينكم في المقبلات، عندكم هذا المسخن يفوز بطل، بس عطيها على الصوص وسمى بالرحمن، بسم الله. والله فنان فنان ذي المسخن. وهني معاكم الفتوش حلو، ورق العنب، وهني معاك فرايز بالشاورما على الصوصات. وانا وايد عايبني الباكجينج يا جماعة، تفاصيل البوكسات معاهم والكلام يدل على قوة الشغل اللي يقدمونه. حبيبي هات واحد ورق عنب، ما يضر ابدا ما يضر. يا جماعة قلت لهم ابيرب الدونر، اشوف كم واحد جاي يطلبه، شكله قوي. سلام يا سلام، بس يسد الدنيا يسد الدنيا. سكب الصوص، غاو شغله غاو شغله غاو شغلك، هات يا حبيبي، بس ما لازم ننتظر. بسم الله. يا رايق يا معلم. لا فنان جماعة، فنان. اللحم لين كده يغ هش هش. قوي قوي. في شاورما 180 معاهم التكة والكباب اللي يحضر بطريقة مختلفة، انا صراحة اول مرة اشوفك بالعادة على الفحم، فهذا شيء هم يتميزون فيه، فيعطيك تيست من الاخر، لازم تيربونه معهم ان شاء الله.
وخبوه. هني معاك هذه تكة عماني بالصوص العماني والبهارات. هني عندك سوبر كباب، وهذه فاير كباب، وهني ايضا يضبطوا لك كباب باللبنة. وهني الاصلي هذا الرجال، شوف حتى اقولكم يقصب مقص، مهتمين في ادق التفاصيل، هذا هو الشغل يا جماعة. هذه تلي من التك العماني صراحة وايد وايد لذيذ. الفكرة في شاورما 180 ان التيك اوي، يعني تيه هني تاخذ الطلب مالك وتروح، وما شاء الله المكان زحمة وحركة. ف بيونك بيونك بيونك. طبعا في المشروبات شاورما 180 ما شاء الله عندهم انواع كثيرة. البستسلر عندك هذا البلو لاجن اللي هو يعتبر موهيتو حلو، وعندك هني عصير العيران، هذا فيه لبن وثوم مال زمن اول زمن الطيبين، وايضا معاهم السموذي فيمتو للسرسحة. ما شاء الله يا جماعة شوفوا الباكيجينج يجذبك يجذبك انك تجرب. انا بنزل لك على العيران. المهم حبايبي شاورما 180 موقعهم في الخوض شارع البركات، ابدا ما يغيب انت وياي بجانب بنك ميثاق، بتشوف على يدينك اليمين. بحط لكم احنا حسابهم في الانستغرام في كل التفاصيل، وهم ايضا متوفر معاهم التوصيل من الفرع مباشرة من خلال الاتصال او التواصل عن طريق رقم الواتساب، بكتب حالكم. ولا تنسون لمتابعين العريمي اول 150 شخص يجون الحين حالهم شاورما بالمجان، وايضا خصم 20% لمده 3 ايام على التكه والكباب وايضا الدونر. وان شاء الله عليكم بالف عافيه.